السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. حبيت أبتدي ياكم هذا الصباح بهذا الكتاب اللطيف حديث الصباح لأدهم شرقاوي. وجدت فيه فصلا حبيت أن أشارككم به: بما رأيت أم بما سمعت. دخل مقاتل بن سليمان على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور: عظني يا مقاتل. فقال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت يا أمير المؤمنين؟ قال: بما رأيت. فقال له مقاتل: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولدا وترك 18 دينارا، كفن بخمسة واشتري له قبرا بأربعة ووزع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولدا، ولما اقتسموا تركته قسم بعض الذهب بين الورثة بالفؤوس. فوالله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق.